عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي طلاب الصف الأول الإعدادي، معكم فاطمة حامد. هكمل معاكم النهاردة إن شاء الله الدرس الأول من الوحدة الأولى المادة وخواصها. هناخد النهاردة الجزء الثالث والأخير من الدرس الأول. أخذنا المرة اللي فاتت بعض الخواص الفيزيائية اللي بتميز ما بين المواد وبعضها، وهنكمل النهاردة إن شاء الله وناخد درجة الصلابة والتوصيل الكهربي والتوصيل الحراري، ودول قلنا إن دول من الخواص الفيزيائية اللي بتميز ما بين المواد وإيه وبعضها. وأخيرا هناخد بعض الخواص الكيميائية عشان ما تزعلش، إحنا أخذنا الفيزيائية يبقى لازم ناخد شوية من إيه من الكيميائية، تمام؟ قبل ما نبدأ في درسنا نراجع على حالات المادة. يعني ايه؟ يعني المادة بتوجد في تلات اشكال او تلات احوال، اما ان هي تكون سائلة او صلبة او غازية. ناخد مثال، عندي المية في درجة الحرارة العادية بتكون في شكل سائل ونقدر نشربها، لكن لو خفضت درجة الحرارة باني دخلتها الفريزر او التجميد هتتحول لمادة صلبة. طيب المية سواء في حالة سائلة او وهي ثلج، لو اخدتها وسخنتها ورفعت درجة حرارتها بعد فترة لقيها ايه؟ بدأت تتبخر، تتحول لبخار ماء، يعني هتتحول لصورة اخرى او حالة اخرى وهي الحالة الغازية. يبقى انا عندي المواد بتوجد في ثلاث حالات، لا اما سائلة زي المية في درجة الحرارة العادية، او متجمدة يعني صلبة زي ما بنجمد المية ونحطها في ايه؟ ونحطها في الفريزر، او في حالة غازية زي ما المية بتتبخر وتتحول الى غاز. يبقى المادة بتوجد في ثلاث حالات، اما سائلة او صلبة او غازية. هناخد النهاردة ان شاء الله درجة الصلابة. يعني ايه؟ يعني عندي المادة الصلبة دي مش حاجة واحدة كده، لا ده بتختلف في درجة صلابتها، كلهم جامدين واقدر اقول ليهم شكل وحجم ثابت، لكن بيختلفوا. بعض المواد الصلبة دي اقدر اشدها كده ومطها ويحصل لها امتداد، يبقى المادة دي ايه؟ صلبة بس لينة، تمام؟ يبقى المادة الصلبة ممكن تكون لينة، اقدر امطها زي المطاط اللي بنستخدمه، النبل اللي بنستخدمه في لف الفلوس، او المطاط اللي بنعمل منه البريسلتس او الاساور بتاعت الزينة، او ان هي تكون صلبة بس اقدر اخليها تبقى لينة لو انا سخنتها ورفعت درجة حرارتها لدرجة حرارة عالية، او ان هي تكون ايه؟ غير لينة وفي نفس الوقت لا تلين بالتسخين. يبقى جامدة صلبة مش لينة ولا تلين بايه؟ بالتسخين، مهما اسخن فيها مش هيحصل لها ايه؟ مش هتنصهر ولا يحصل لها ذوبان، وبالتالي لن تصبح ايه؟ لينة. يبقى المادة الصلبة بتختلف في درجة صلابتها. اول نوع قلنا ايه؟ عندي المادة الصلبة باما ان هي بتكون لينة في درجة الحرارة العادية، يعني هي في حد ذاتها كده لينة، اقدر اسحبها ومطها او اشدها وتاخد وتدي ايه معايا، مش جامدة كده وناشفة لا. والنوع الثاني من المواد الصلبة، مواد صلبة تلين بالتسخين، يعني هي صلبة اهي وجامدة وليها شكل ثابت وما اقدرش امطها، لكن لو سخنتها هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ذوبان او انصهار وتلين، اقدر اشكلها واصنع منها اواني وادوات زي ما اخدنا المرة اللي فاتت امثلة على ايه؟ على المعادن. اخدنا الالومنيوم واخدنا النحاس والذهب، وعرفنا ازاي بيحطوهم في افران خاصة ويسخنوهم ويعملوا منهم ادوات وحلي، تمام؟ النوع الثالث من المواد الصلبة لا تلين بالتسخين، يعني هي صلبة ولا تلين بالتسخين، مهما سخن فيها مش هيحصل لها ايه؟ مش هتتحول لمادة سائلة ولا تلين ولا يحصل لها ذوبان ولا انصهار، هتحترق. زي ايه؟ زي الفحم. الفحم من المواد اللي انا لو قعدت اسخن فيها من هنا للصبح مش هتنصهر، لكن هيحصل لها ايه؟ هتحترق. والكبريت نفس ايه؟ نفس الكلام. يبقى عندي درجة الصلابة، المواد بتختلف في درجة صلابتها، المواد الصلبة منها ما هو لين ومنها ما يلين بالتسخين، والنوع الثالث لا تلين بالتسخين، وقلنا مثالين عليهم الفحم والكبريت، تمام؟ طيب المعلومة اللي انا اخدتها دي درجة الصلابة وان المواد بتختلف في درجة صلابتها، مواد صلبة، مواد تلين بالتسخين، ومواد لا تلين بالتسخين،
إزاي العلماء قدروا يستغلوا المعلومة دي ويفيدوا الصناعة ويفيدونا في حياتنا اليومية؟ تعالوا مع بعض نروح على التطبيقات الحياتية عشان نشوف إزاي استفدنا من اختلاف المواد في درجة صلابتها. أول حاجة، تصنع الأسياخ المستخدمة في خرسانة المباني من الحديد ولا تصنع من النحاس. ليه لما بيجوا يصنعوا الأسياخ، الحديد اللي بيدخل في البناء بيحطوه في الأعمدة وفي السقف، ليه بيصنعوه من الحديد وما بيستخدموش النحاس، مع انه النحاس برضو صلب، مادة صلبة؟ لأن الحديد درجة صلابته أكبر من درجة صلابة النحاس. الحديد أصلب وأقوى، فيقدر يستحمل الحمل ويشيل البيت ويشيل الحاجات اللي إيه اللي فوقه. تمام، لما هنيجي نبني هنستخدم مادة صلبة عشان البيت يقدر يستحمل، فاستخدم معاه إيه؟ معاه معدن يكون صلب ويكون إيه قوي. استخدم الحديد لأن الحديد أقوى من النحاس، درجة صلابته إيه أكبر من درجة صلابة النحاس. تمام، تاني حاجة في التطبيقات الحياتية بيقولي يصنع المفك من الحديد الصلب. ليه؟ نفس الكلام قلنا، لأن الحديد الصلب شديد الصلابة، مادة الحديد مادة صلبة، لذلك بستخدمها في صناعة خرسانة بتاعة المباني وبنستخدمها في صناعة أيضا إيه؟ المفك. يبقى المفك بيصنع من الحديد الصلب لأنه إيه؟ شديد الصلابة. بعد كده هناخد النقطة التانية وهي التوصيل الكهربي، ودي من الخواص الفيزيائية اللي بتميز المواد عن بعضها. المواد بتختلف في درجة توصيلها لإيه؟ للكهرباء. الكهرباء دي عبارة عن شحنات ماشية في صورة تيار داخل السلك النحاس اللي بيوصل الكهرباء. الكهرباء عبارة عن إيه؟ شحنات. الشحنات دي في مواد بتسمح بمرورها وفي مواد بتقول لها لا استوب، مش هتعدي ايه من عندي. المواد اللي بتسمح بمرورها دي وبتوصلها بطريقة حلوة بنقول عليها مواد جيدة التوصيل الكهربي، بتوصل الشحنات وبتسمح بمرورها بسهولة. في مواد تانية بتقول لها لا استوب، مش هتعدي من عندي، دي مواد رديئة التوصيل، ما بتوصلش ايه، ما بتوصلش الكهرباء. طيب تعالوا ناخد امثلة. اولا، المواد جيدة التوصيل الكهرباء دي او جيدة التوصيل الكهربي زي ايه؟ اول نوع عندي وهي احسن مواد توصل المعادن. المعادن زي النحاس والالومنيوم والفضة مواد جيدة التوصيل الكهربي، بتوصل ايه؟ بتوصل الكهرباء بصورة جيدة، لذلك بنستخدمها في صناعة ايه؟ بصناعة الأسلاك. الأسلاك لو فتحت أي سلك بتاع كهربا كده ما يكونش طبعا متوصل بكهربا، هلاقيه جواه ايه؟ جواه سلك رفيع لونه ايه؟ اللون النحاس اللي هو قريب من الذهبي كده شوية. السلك ده دايما بيكون ايه؟ مصنوع من النحاس، وممكن اصنعه من الالومنيوم او الفضة. ليه؟ لانهم بيوصلوا التيار الكهربي، بيوصلوا الكهرباء بصورة جيدة، لذلك بقول المعادن جيدة التوصيل ايه؟ الكهربي. النوع التاني اللي بيوصل الكهرباء بصورة جيدة وهي ايه؟ بعض انواع المحاليل. طالما قال لي بعض انواع المحاليل يبقى البعض التاني ايه؟ رديء التوصيل. طيب مين بقى المحاليل اللي بتكون جيدة التوصيل؟ قال لي ثلاث حاجات، قال لي محاليل القلويات جيدة، محاليل الأحماض جيدة، ومحاليل بعض الأملاح جيدة. يبقى البعض الآخر إيه؟ رديء. تمام، يبقى عندي المحاليل الجيدة محاليل القلويات، محاليل الأحماض، ومحاليل بعض الأملاح. طب قول لي مثال على الأملاح الجيدة دي. أقول لك محلول ملح الطعام. ملح الطعام اللي بنستخدمه في البيت ده لو دوبناه في شوية مية وكوننا دايرة كهربية ووصلنا بسلك، ألاقيه بينور ايه؟ بينور اللمبة او بيوصل ايه؟ التيار الكهربي. يبقى محلول ملح الطعام جيد التوصيل الكهربي. تعالوا بقى ناخد النوع التاني وهو ايه؟ المواد رديئة التوصيل الكهربا. مين بقى المواد دي اللي ما بترضاش تخلي الكهربا تعدي؟ بعض المواد الصلبة. المواد الصلبة بعضها لا يسمح بمرور التيار الكهربي رديئة التوصيل، زي مين؟ الكبريت، الفوسفور،
الخشب البلاستيك. يبقى مادة زي الكبريت أو الفوسفور أو الخشب أو البلاستيك دي مواد رديئة، لذلك بنستخدم الخشب والبلاستيك في إيه؟ في صناعة مقابض بعض الأدوات زي المفك وزي الأواني، بنبدأ نستخدم المقابض بتاعتها أو نصنعها من مادة زي البلاستيك أو الخشب لأنها إيه؟ رديئة التوصيل. زي ما هنوضح في الجزء الجاي وناخد التوصيل الحراري، هنعرف إن المقابض بتاعة الأواني المصنوعة من الألومنيوم بنعملها من إيه؟ من الخشب أو من البلاستيك. أيضا المفك بنصنع ليه مقبض او يد من الخشب او البلاستيك عشان الكهربائي او العامل يقدر يستخدمه من غير ما ايده توصل لها الكهرباء. تمام، يبقى بعض المواد الصلبة زي الكبريت والفوسفور والخشب والبلاستيك دي مواد رديئة التوصيل للكهرباء. النوع الثاني بعض انواع المحاليل. احنا قلنا في جيدة التوصيل كان في بعض انواع المحاليل ايه؟ جيدة. طيب مين بقى النوع السيء او الرديء اللي ما بيوصلش؟ محلول السكر في الماء ومحلول كلوريد الهيدروجين والبنزين. يبقى محلول السكر في المية، جبنا شوية سكر دوبناهم في مية عملنا محلول، هنوصلهم بدايرة كهربية الاقي ما بيوصلش التيار ايه؟ الكهربي. وكمان عندي محلول كلوريد الهيدروجين، مادة زي كلوريد الهيدروجين لما ادوبها في البنزين بلاقيها ايه؟ برضو مش بتوصل ايه؟ التيار الكهربي. يبقى رديئة التوصيل. قلنا دلوقتي مثالين على ايه؟ على المواد رديئة. في حاجة تالتة، ايوة الغازات في الظروف العادية. طالما قال لي في الظروف العادية يبقى اكيد في ظروف تانية ايه؟ استثنائية. تمام، احنا اللي علينا دلوقتي نعرف ايه؟ ان الغازات في الظروف العادية يعني درجة الحرارة العادية والضغط عادي وكل حاجة تمام، بنلاقيها ايه؟ رديئة التوصيل للكهرباء. تمام، اخدنا على المواد جيدة التوصيل للكهرباء نوعين، واخدنا تلات انواع على ايه؟ على مواد رديئة التوصيل للكهرباء. نيجي للتطبيقات الحياتية عشان نشوف ايه؟ ازاي نستفيد من المواد الجيدة دي اللي بتوصل الكهرباء كويس والمواد الرديئة اللي ايه؟ مش بتوصل. اول حاجة بتصنع اسلاك الكهرباء من النحاس او الالومنيوم. بس كده؟ لا مش بس، ده كمان بيقول لي تغطى بطبقة من البلاستيك. يبقى لو جبنا سلك كهرباء ممكن نشوف الكلام ده، ممكن نطلب من ماما او بابا في البيت ونشوف السلك ونبدأ نفكه. لو مسكناه من بره بنلاقي عليه طبقة من ايه؟ من البلاستيك. لو بدأنا يعني نشيل نفصل الطبقة العزلة اللي فوق دي ونبص جواه هنلاقي جواه سلك نحاسي لونه قريب من اللون ايه؟ الذهبي. هنلاقي ان سلك الكهرباء مكون من حاجتين، اللي جواه ده مصنوع من النحاس او الالومنيوم، اللي بره هنلاقيه مصنوع من البلاستيك. طيب ليه بيعملوا كده؟ عشان احنا عايزين حاجة توصل لنا الكهرباء بس في نفس الوقت ما تضرناش، نحمي نفسنا. يبقى بصنع اسلاك الكهرباء من النحاس او الالومنيوم عشان النحاس والالومنيوم مواد جيدة التوصيل للكهرباء، بالتالي هتوصل للكهرباء من محطات التوليد وتنقلها لي للبيوت والمنازل. لكن في نفس الوقت احافظ على نفسي وعلى الاخرين ان انا اعمل طبقة من البلاستيك، لان البلاستيك من المواد ايه؟ رديئة التوصيل للكهرباء. تمام؟ تاني حاجة في التطبيقات الحياتية على التوصيل الكهربي بيقول لي يصنع مفك الكهرباء من الحديد الصلب بينما مقبضه من البلاستيك او الخشب. ده اللي كنت بقول لكم عليه من شوية، المفك بتاع الكهرباء بيصنعه من الحديد الصلب. ليه؟ لان الحديد الصلب من المواد الجيدة للتوصيل الكهرباء، وفي النقطة اللي فاتت قلنا لان الحديد الصلب ايه؟ شديد الصلابة. بس هنا عايز يسمع اجابة وهي ايه؟ لان الحديد الصلب من مواد جيدة التوصيل للكهرباء. طب ليه المقبض من البلاستيك او الخشب؟ اقول له لان البلاستيك او الخشب من المواد رديئة التوصيل ايه؟ للكهرباء. هنا ممكن يجي لي سؤال ويقول لي علل، يصنع مفك الكهرباء من الحديد الصلب بينما مقبضه من البلاستيك او الخشب. الاجابة هتكون ايه يا شطار؟ تمام، لأن الحديد الصلب من المواد جيدة التوصيل للكهرباء بينما البلاستيك أو الخشب من المواد رديئة التوصيل للكهرباء.
نيجي بقى لآخر خاصية فيزيائية هناخدها في درسنا النهاردة، وهي التوصيل الحراري. وبكده هنخلص الخواص الفيزيائية اللي بتميز ما بين المواد وبعضها. التوصيل الحراري مشابه جدا مشابه وقريب قوي من التوصيل الكهربي، بمعنى ان المواد اللي بلاقيها بتوصل الكهرباء جيدة التوصيل في الكهرباء بلاقي بعضها برضو نفس الكلام في التوصيل الحراري، والرديئة نفس الكلام بلاقيها في التوصيل الكهربي زي التوصيل الحراري. تعالوا مع بعض نشوف ازاي المواد بتختلف عن بعضها من حيث قدرتها على التوصيل الحراري. التوصيل الحراري نفس الكلام في مواد جيدة التوصيل الحراري ومواد رديئة التوصيل الحراري، بمعنى ان المواد الجيدة دي لو سخنتها هتبدأ توصل الحرارة للبيئة المحيطة بها او للمادة الملاصقة بها او المادة الموجودة جواها، هتوصل الحرارة بسرعة. لكن المواد الرديئة دي مش هتوصل الحرارة، لو فضلت اسخن فيها مش هتوصل الحرارة، لكن هي هيحصل لها هتتحرق. تمام، يبقى عندي مواد جيدة التوصيل الحراري، مواد رديئة التوصيل الحراري، وهناخد امثلة. اول حاجة في المواد جيدة التوصيل الحراري المعادن، والمعادن زي ما قلنا في التوصيل الكهربي بنلاقيها جيدة التوصيل الكهربي وأيضا جيدة التوصيل الحراري، لذلك بيصنعوا الأواني من من المعادن زي الألومنيوم، بنلاقي الإناء أو الحلة اللي بنطهو فيه مصنوع من من الألومنيوم. طب ليه؟ لأنه هيوصل الحرارة للطعام الموجود اللي جواه، بالتالي هيطهى الطعام. لكن لو جبت صنعت إناء أو حلة من الخشب وحطيتها على النار هتتحرق، مش هتوصل للي جواها، ده هتتحرق باللي فيها. تمام، يبقى المواد جيدة التوصيل الكهربي زي المعادن، أمثلة الحديد والألومنيوم والنحاس، بيستخدموا الحاجات دي في في صنع الأواني أو الحاجات اللي أنا عايز أسخن فيها، عشان هتعمل هتنقل الحرارة، هتوصل الحرارة للحاجة اللي جواها أو الحاجة اللي حواليها. تمام، لكن المواد رديئة التوصيل الحراري زي الخشب والبلاستيك، المواد دي برضو مفيدة بالرغم ان هي رديئة التوصيل الحراري. ليه؟ هنشوف الكلام ده في التطبيقات الحياتية، ونشوف ازاي نستفيد من المواد اللي بتوصل الحرارة بصورة جيدة والمواد اللي ما بتوصلهاش. تعالوا نشوف. اول حاجة بيقول لي تصنع اواني الطهي من الالومنيوم. تمام، طيب ايه كمان؟ المقابض بقى بتاعتها، الايد اللي انا بشتلها بيها مصنوعة من الخشب او البلاستيك. ليه لما بصنع اواني الطهي بصنعها من الالومنيوم، لكن لما باجي اعمل لها يد او مقبض اشيله بيه بصنعها من الخشب او البلاستيك؟ انا مش هجاوب، انا عايزك انت تجاوب. ليه؟ اللي احنا قلناه فين؟ في النقطة بتاعت التوصيل الحراري والتوصيل الكهربي، هتقيس عليها نفس الكلام ده وتقول، هتقول لي يا شطار، هنقول مع بعض، الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة، هقدر استخدمه في الطهي، لكن الخشب والبلاستيك مواد رديئة، هقدر استفيد منها في تحمي ايدي، لما اجي هشيل الإناء وهو ساخن لو مسكته وهو كده من مادة جيدة التوصيل زي الألومنيوم ايدي هتتحرق، لكن لو في مقبض من الخشب او البلاستيك هشيل بسهولة ايدي، مش هيحصل لها حاجة لان المواد دي رديئة التوصيل للحرارة وايضا للكهرباء. تمام، لو جينا قارنا ما بين التوصيل الحراري والتوصيل الكهربي هلاقي فيهم حاجات متشابهة كتيرة. كده خلصنا الخواص الفيزيائية اللي بتميز ما بين المواد وبعضها. بس كده؟ لا مش بس، هناخد الخواص الكيميائية عشان ما يزعلوش من بعض. خواص فيزيائية يبقى فيه خواص كيميائية. طيب يا ترى ايه هي الخواص الكيميائية؟ هنشوف ان في فلزات ليها نشاط كيميائي. نشاط كيميائي يعني او خواص كيميائية يعني يعني المادة بتتفاعل مع المواد اللي حواليها او البيئة اللي حواليها بصورة معينة. الكيمياء يعني تفاعلات، يعني احتراق، يعني بتبدأ تتحول
تتفاعل مع المادة اللي جنبها أو المادة اللي موجودة في البيئة وتديني منتج آخر أو مادة أخرى. لكن الخواص الفيزيائية كانت حاجة لها علاقة بالشكل أو باللون من غير ما بيحصل تغير ولا بينتج عنها منتج آخر. التغير الفيزيائي غير التغير الكيميائي، زي ما المواد بتختلف في الخواص الكيميائية أيضا هتختلف في تفاعلتها مع المواد اللي حواليها. وهناخد 3 أمثلة على المواد بيبين لنا إزاي إن المواد بتختلف في نشاطها الكيميائي. أول حاجة، عندي مواد أو فلزات نشطة جدا، بمجرد ما بتتعرض للهواء أو للأكسجين الجوي بتعمل تفاعل على طول، مش محتاجة مواد محفزة ولا محتاجة حاجة عشان تتفاعل، مجرد اتعرضت للهواء على طول أو مع الأكسجين بيحصل تفاعل. زي إيه؟ الفلزات النشطة جدا دي زي ايه؟ زي البوتاسيوم والصوديوم، مادة نشطة جدا بتتفاعل على طول، تمام؟ النوع الثاني، فلزات نشطة نسبيا، يعني بتتفاعل بس بايه؟ بصورة بطيئة، تفضل اخدة وقت طويل لحد ما يحصل تفاعل. زي ايه؟ زي الحديد والألومنيوم والنحاس. كلنا عارفين ان الحديد بيحصل له حاجة اسمها الصدأ. الصدأ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاعل كيميائي. ازاي؟ الحديد ده معرض للأكسجين الموجود في الهواء الجوي ومعرض للرطوبة الموجودة برضو، فبيبدأ الحديد يتفاعل مع الأكسجين والهواء الرطب ده ويتحول لإيه؟ يتحول لطبقة تسمى بالصدأ، مادة تانية غير مادة ايه؟ غير المادة الأساسية. عشان كده بنقول عليها ده تغير كيميائي أو دي خاصية ايه؟ كيميائية. الفلزات النشطة نسبيا دي بتحصل لها ايه؟ بتاخد أيام أو وقت طويل لحد ما يحصل ايه؟ التفاعل. يبقى دي بتتفاعل مع الأكسجين ولكن بعد فترة تصل لعدة أيام حتى تكون طبقة على سطحها، زي الحديد والألومنيوم والنحاس بتديني طبقة أخرى أو مادة إيه أخرى. النوع الثالث، وهو الفلزات ضعيفة النشاط. فلزات ضعيفة قاعدة كسولة، ما بتحصلهاش إيه؟ ما بتعملش تفاعل، تفاعلها صعب جدا، لازم أقعد أحفزها أو أنشطها أو أديها كلام محفز عشان إيه؟ زي الشخص الكسول لازم أدفع فيه عشان يتحرك، برضو الفلزات دي إيه؟ كسولة، تتفاعل مع الأكسجين بصعوبة عند تعرضها للهواء الرطب، يعني بصعوبة جدا، محتاجة حاجات تحفزها عشان تبدأ تعمل إيه؟ تفاعل. المواد الضعيفة دي أو الفلزات الضعيفة دي زي إيه؟ أمثلة كتير عليها، الفضة، الذهب، الكروم، النيكل، البلاتين. عشان كده دايما بنلاقي الناس بتلبس الحلية مصنوعة من الفضة أو إيه؟ أو الذهب، لأن المواد دي إيه؟ ضعيفة، مش هتتفاعل، فتفضل محافظة على رونقها وجمالها. لكن لو بعمل إسوارة مثلا أو حلية من الحديد هيصدأ على طول وهيترمى، تمام؟ يبقى الفلزات الضعيفة النشاط دي بستخدمها ولها أغراض مفيدة عشان إيه؟ عشان أفضل محافظة على المادة ما يحصل لهاش تغير. كل مادة وكل حاجة وليها إيه؟ ليها استخدامها، يبقى بقدر أستفيد من كل الأنواع دي سواء الفلزات النشطة أو الضعيفة. عرفنا الوقتي يعني إيه خواص كيميائية وإزاي المواد بتختلف في الخواص الكيميائية. تاني نراجع ملخص بسيط، خواص كيميائية يعني هيحصل تفاعل، يعني هينتج منتج آخر غير المنتج الأساسي، تمام؟ لكن الخواص الفيزيائية بوصف لك الشكل، بوصف لك الحاجة، وحتى لو غيرت الحاجة دي بتفضل إيه؟ زي ما هي. يعني مثلا أنا في الانصهار بجيب المادة بصهرها أو بحول مادة من حالة لأخرى، بدل المية ما هي سائلة كده بجمدها أو بحولها لبخار، بتفضل المية هي هي أو المادة بتفضل زي ما هي في الحالة الفيزيائية. لكن في حالة التفاعل الكيميائي بتتفاعل مع منتج تاني وتديني منتج تالت. كده خلصنا الخواص الكيميائية، لكن هناخد التطبيقات الحياتية عليها، إزاي نستفيد من المعلومات دي في حياتنا اليومية. بيقول لي إيه؟ يحفظ البوتاسيوم والصوديوم في المعمل تحت سطح الكيروسين. لو دخلت معمل المدرسة
وبصينا فيه هنلاقي ان البوتاسيوم والصوديوم محطوطين وفي فوقهم سائل. السائل ده او المادة دي عبارة عن ايه؟ عن الكيروسين او اي مشتق من مشتقات ايه البترول. ليه بنفضل حاطينها كده؟ ليه ما بسيبهاش كده في الانبوبة او في الحاجة زي ما هي كده؟ احنا قلنا ان البوتاسيوم والصوديوم دي ايه؟ فلزات نشطة جدا. لو انا سبتها يحصل ايه؟ هيحصل تفاعل. يبقى انا مش عايزها ايه؟ مش عايزها تتفاعل. لذلك هجيب مادة تعزلها عن الهواء. يبقى الكيروسين ده دوره ايه؟ مادة عزلة. بتعزل ايه؟ بتعزل البوتاسيوم والصوديوم عن الهواء الرطب عشان ما يحصلش ايه؟ تفاعل. انا عايز المادة زي ما هي او الفلز زي ما هو ما يحصلوش حاجة، بحط عليه ايه؟ مادة عزلة. يبقى الإجابة لو قال لي هنا علل أقول له إيه؟ لمنع تفاعلهما مع إيه؟ مع أكسجين الهواء الرطب. النوع التاني أو السؤال التاني يجي هنا يقول لي إيه؟ تطلى الكباري المعدنية وأعمدة الإنارة بالبوية بين الحين والآخر. الكباري المعدنية أو أعمدة الإنارة وإحنا ماشيين كده أحيانا بنلاقي دايما بيدهنوها بالبوية أو بالمادة إيه بتاعت الطلاء دي. ليه؟ ليه كل شوية كل فترة لازم يجددوا الدهان؟ المواد دي أو الكباري والأعمدة دي مصنوعة من إيه؟ لو فكرنا كده يا ترى هي مصنوعة من إيه؟ من الحديد. طيب الحديد ده لما جينا نصنفه كان في المواد إيه؟ يا ترى كان في الفلزات النشطة ولا النشطة نسبيا ولا الضعيفة؟ ايوه في ايه؟ في النشطة نسبيا. شطار. طيب النشطة نسبيا دي قلنا بيحصل تفاعل، والتفاعل ده بيؤدي لايه؟ لمادة او طبقة على سطحها، مادة تانية على سطحها. يبقى هيحصل تأكل للحاجة اللي انا عاملاها من الحديد. يبقى ما ينفعش اسيب الكباري والاعمدة بتاعت الانارة معرضة للهواء كده. ليه؟ لان الحديد هيحصل له صدأ وهيبدأ يتآكل، فلازم ان انا احط عليه مادة عزلة زي ما عملت في البوتاسيوم والصوديوم وعزلتهم باستخدام الكيروسين. برضو هنا هعمل ايه؟ هعزلهم باستخدام ايه؟ باستخدام الطلاء. يبقى هطلي الكباري واعمدة الانارة بالبوية ليه؟ لحمايتها من الصدأ والتآكل. طيب تالت حاجة بيقول لي تغسل أسطح أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم بحكها بكسم خشن. ليه بستخدم السلك بتاع الألومنيوم في غسل إيه؟ الحلل والأواني المصنوعة من الألومنيوم لإزالة طبقة الصدأ المتكونة على سطحها. اللون الغريب ده أو الطبق اللي اتكونت دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تفاعل الألومنيوم مع الهواء الرطب. تفاعل معاه فكون لي طبقة ايه؟ طبقة تانية. يبقى بستخدم جسم خشن اللي هو السلك الالومنيوم وابدأ ان انا احك في الاناء عشان انظفه واشيل ايه؟ الطبقة اللي تكونت. يبقى لو سألني وقال لي علل، تغسل اسطح اواني الطهي المصنوعة من الالومنيوم بحكها بجسم خشن. ليه؟ لإزالة طبقة الصدأ المتكونة على سطحها. رقم 4 في التطبيقات الحياتية على الخواص الكيميائية للمادة بيقول لي ايه؟ تغطى قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم. لو جه سؤال وقال لي علل، اقول له ايه؟ لحمايتها من الصدأ والتآكل. قطع الغيار دي مصنوعة من فلزات نشطة نسبيا، لو سبتها يحصل لها ايه؟ هتتفاعل مع الهواء الرطب وهتكون طبقة على سطحها. الطبقة دي عبارة عن صدأ وهيحصل تآكل لإيه؟ للقطع. فأنا عايزة أحافظ عليها، هعمل إيه؟ أغطيها بطبقة من الشحم. رقم 5، تستخدم الفضة والذهب والبلاتين في صناعة الحلي. ليه لما بيجي يصنعوا الحلي بيستخدموا مواد زي الفضة أو الذهب أو البلاتين؟ الفضة والذهب والبلاتين دي قلنا عليها فلزات ضعيفة النشاط الكيميائي. يعني ايه؟ يعني صعب ان هي تتفاعل مع الهواء وتكون طبقة على سطحها زي ما بيحصل في الحديد، فبالتالي بتفضل محافظة على ايه؟ على نفسها، محافظة على المعدن ببريقه ولمعانه الجميل، مش هيحصل لها تغير. التغير بيحصل بصعوبة جدا، يعني محتاج وقت طويل جدا. لو جاء سؤال علل وقال لي
تستخدم الفضة والبلاتين والذهب في صناعة الحلي، أقول له إيه؟ لضعف نشاطها الكيميائي، تمام؟ مما يجعلها تحتفظ ببارقها لفترة طويلة. الحاجات دي ضعيفة التفاعل، ما بتتفاعلش بسهولة، لذلك بتفضل محافظة على نفسها إيه؟ فترة طويلة بالبريق بتاعها زي ما هو وجمالها زي إيه؟ ما هو، تمام؟ آخر حاجة في التطبيقات الحياتية على الخواص الكيميائية هيقول لي إيه؟ تغطى أو تطلى بعض المواد القابلة للصدى مثل الحديد بطبقة من الفضة أو الذهب أو الكروم أو النيكل. يبقى المواد القابلة للصدى زي الحديد، لما بصنع منها حاجة، أصنع منها هياكل السيارات، أصنع منها كباري، أصنع منها أي حاجة، بغطيها بطبقة. إما إن أنا ببدأ في حالة الكباري مثلا والأعمدة ببدأ إن أنا أطليها بطلاء عازل زي البوية، أو في حالة بعض المواد بغطيها بطبقة من مواد زي الفضة أو الذهب أو الكروم أو النيكل. ليه؟ لحمايتها من الصدأ والتآكل. أي حاجة هصنعها من الحديد لازم أغطيها بطبقة عزلة. الطبقة دي قد تكون بقى طلاء إن أنا أطليها بالبوية، أو قد تكون أحط عليها طبقة رقيقة جدا من مادة تانية زي مادة الفضة أو الذهب أو الكروم أو النيكل، عشان أفضل أحافظ إيه عليها، تفضل جامدة ومتماسكة وصلبة، لأن لو سبتها معرضة للهواء الرطب ده هيحصل تفاعل، التفاعل هيؤدي لتكون مادة الصدى، المادة الرقيقة دي اللي بيحصل لها تآكل. الحديد بعد ما كان صلب هيحصل له ايه؟ يبقى مادة هشة، تمام؟ يبقى لازم أي حاجة مصنوعة من حديد أغطيها بطبقة، أعزلها عن الهواء. في الحالة بتاعت السؤال بتاعنا ده، لو سألنا ليه بغطي بعض المواد القابلة للصدى مثل الحديد بطبقة من الفضة، هقول له لحمايتها من الصدى والتآكل. سؤال بقى أخير عشان نختم الفيديو بتاعنا ونكون خلصنا الدرس الأول. ماذا يحدث عند ترك الفلزات النشطة نسبياً معرضة للهواء الرطب فترة من الزمن؟ لسه قايله لك الإجابة حالا، وقايلها لك خلال إيه؟ الشرح. أنا مش هجاوب، هسيبكوا تجاوبوا يا شطار، وهأكد لكم على الحل في الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي هيكون مراجعة على الدرس الأول ككل وحل تمارين. يبقى عايزاك تفكر في السؤال ده وتقول لي ايه اللي هيحصل لو سبت الفلزات النشطة نسبيا زي الحديد معرضة للهواء الرطب، يا ترى هيحصل لها ايه؟ تمام شطار، عارفة ان انتوا هتجاوبوا الاجابة صح ان شاء الله، وهنأكد على الاجابة مع بعض خلال الفترة اللي هجهز فيها الفيديو الجاي ان شاء الله. ياريت تكونوا ذاكرتوا الدرس بتاع النهاردة او الجزء بتاع النهاردة، وتراجعوا على الاجزاء اللي فاتت، وتكتبوا لي في الكومنتس او التعليقات لو في اي حاجة مش فاهمينها وعايزيني اوضحها في الفيديو اللي جاي. هنحل مع بعض تمارين ان شاء الله خلال الفترة دي. هنزل شيت او هنزل تمارين على صفحة سمارت سكرين، صفحة الفيس، ياريت تحلوها اول لما تنزل، وياريت تبدأوا تتفاعلوا مع الفيديوهات ومع الصفحة عشان اعرف هل انتوا كده فاهمين، هل الشرح عجبكم، هل محتاجين اي تعديل اي اقتراح، انا معاكم، ياريت تتواصلوا معايا. واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وياريت تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتضغطوا على سبسكرايب لو لسه مشتركتوش في القناة، وشيروا الفيديو عشان تعلموا الفائدة. واشكركم على حسن، السلام عليكم ورحمة الله.